بعض المرات كتحس بالحياه مكرره، فاش ما كدير حتى شي حاجه جديده كتولي الحياه ممله، ثم كتكره الحياه ديالك. وهادشي علاش بديت هاد التحدي ديال صناعه المحتوى، ونحاول نكتشف بلاي جداد ونكتشفوه بجميع. اليوم مشينا نكتشفوا واحد الواحه اللي زوينه بزاف، وفيها واحد البير اللي كيتسمى بير جنيه. بلاصه زين واخا بعيده، تشوف فيها شويه العذاب اللي تستاهل. من بعد بزاف ديال المرات ضيعنا الطريق، وصلنا للوجهه ديالنا. يلا نكتشفوا اجمعين، وقبل ما نبداو عطيونا شي لايك وشي كومونتير باش تشجعونا. في هذا الفيديو غادي نكونوا ان شاء الله حققنا اول شرط من شروط ديال اليوتيوب اللي هو 1000 ابون. شكرا لكم اخوتي واحد واحد. اللي عرف فيرجينيا على سموه فيرجينيا، وشنو هما الخرافات وشنو هما هادشي علاش تسمى هكا، يقول لينا. واش الخوت معاكم البوكا، فيديو جديد فلوق جديد. انا في السقاله دابا، السقاله الجديده ماشي القديمه، بحر السقاله هو. وين غنمشيو لواحد البلاصه زوينه، زوينه بزاف، غنمشيو نكتشفوها. بزاف ديال الناس كيعرفوا البحر اللي معروف في الصويره هو اللي في التحت طريق اكادير، هذا كيتسمى بحر صافي. غنمشيو نكتشفو، كاينين بزاف ديال الحوايج كاينين فيه، غنمشيو نكتشفوهم. كاينين حوايج عارفينهم غنمشيو نكتشفوهم، كاينين شي حوايج بغينا نكتشفوهم ما عرفناش حيت التاريخ ديالو غام حتى لحد ما عندناش معلومات عليه كثيره. شنو كاين هنا، شنو كاين وسط الغابه، بزاف ديال الحوايج. المهم اخوتي طلعنا فوق هذا الجبل، ما عرفتش كيفاش يبان لكم. المهم راه تبان لكم تقريبا صوره كامله، هادشي يبان لكم مزيان. غنحاول نشوف واحد الزاويه اخرى باش يبان لكم احسن. المهم هاد الزاويه الاخرى كتبان احسن، زومي تحاول نزومي شويه، عندي الجوبرو كتعطيك واحد الزاويه عريضه، داكشي علاش ما تيبانش لكم مزيان. المهم اليوم اخوتي كاين انا زين الدين الخوادري، وكاين معنا عبد العظيم دابا تشوفوه. غنمشيو نكتشفوا هاد البحر شنو فيه. المهم هو عنده من كاين البحر كاين الغابه، غنحاولوا نكتشفوا هاد الطريق كامله ونحاولوا نكتشفوا الغابه احسن. هما خوتي شادين هاد الطريق هادي، دابا غندوزو من المركز ديال تصفيات ديال الماء. بنقول لكم تصفيات الماء، طاحت لي في بالي تصفيات الدم. كيما قلت لكم معنا زين الدين العظيم، معنا عبد العظيم. هادشي اللي كاين دابا، البحر ها هو كاين هنا كاين مورا هاد الجبل، والغابه من هنا. حنا شادين الطريق غادي نمشيو نكتشفوا هذيك البلاصه. كاينه واحد البلاصه كاينه تقريبا دايره بحال شي، كاينه واحد البلاصه فوق. المهم خرقه كاينه واحد البلاصه في هذا الطريق، ماشي في هذا الطريق، المهم في وسط الغابه دايره بحال شي واحه. الا شدوها كتبان تقريبا بحال شي واحه في وسط الصحراء، فيها النخال فيها الربيع. المهم تتبان بحال شي واحه، غنمشيو نقلبوا عليها حتى هي غابره قليل اللي كيعرفها. شنو اخر، كاين واحد البير تيقول لي بير جنية، ما عرفناش هاد السميه هادي، قلبت عليها حتى هي سولت وكيما عرفتش. كيقول الناس ديال فهمتي ديال المنطقه ديال السقاله شريفات، هادو هما اللي تيقولوا بير جنية، وما عرفتش واش معروفه في صويره كامله ولا لا. ما عرفتش من اش جايه بير جنية. ها هو بير جنية هو هذا شتي. المهم احنا غادي نشدين لها الطريق. تبارك الله اخوتي، هاد اليدو مقداس كتبها الرملية كبيرة كبيرة كبيرة. من الطريق اخوتي كاينين الجمال كتار فادين الطريق، وهادو هما مولفينش البشر، يعني إلا دزتي حفظ الله يجمعو عليك ولا شي حاجة. مازال هادوك ديال البحر تيكونو مولفين الناس كيركبو عليهم، الناس هادو تيسرحو بيهم وداكشي، يعني ما معاهمش اللعبة خوتي، داكشي علاش قلبنا الطريق. دابا خوتي فدنا الشمال، وفي ناس يشدو، دابا نزلنا للطريق، هانتوما كتشوفوها، وقربنا لهداك مركز التصفية ديال الما. ها هو قدامنا، غندخلو ونوري لكم. انا ماشي لا الماء، هذا الماء الصالح للشرب. بتدخل تعوم؟ دخل شي تصوتية مرة استرب.
المهم اخوتي احنا دخلنا مع المركز ديال التصفيه ديال الماء باش نكتشفوا ونشوفوا شنو كاين هنا. دابا الخبراء ديال المياه جاوا يكتشفوا هادشي واش نقي ولا لا. هذا الواد الحار ديالكم كيجي لهنايا ياك كيصفوه عاد ديك الساعه تيخرج للبحر. ولكن هنا كاين واحد الرائحه ما كرهتش نشم نوريكم تشموها، ولكن حشومه حشومه ما بغيتكمش تشموها، خلينا نشموها احنا. غادي نوريكم هذا الشيء هادشي. دابا العمليه كيفاش الواد الحار ديال الطيور كاملين ديال الصويره تيهود لهنا كيتصفى عاد ديك الساعه تيهود للبحر باش ما يهودوش خانز للبحر. والله الا واحد الريحه الا كت رهيبه. المهم ها هو نوريكم الى عرف شي حاجه ديالو يقول لنا راه ديالو. يلا طيحت عمر زين الدين. ها انتم المجاري. وكاع مع جايين حنا مع الشرقيين تيضرب هذاك وتيجي عندنا. ها انتم كتشوفوا راه كاينه هذه وكاينه هذه وكاينه الاخرى وكاينه الاخرى كاينه هذه الكبيره كاينه شي كامل كيدير هذه العمليه هذه وتيهود. ما عمرني في راسي ما نكذبش عليكم انا في راسي شي تقريبا شي سيمانه هذه باش في راسي ان راه كاين هذا الشيء هنايا في هذه البلاصه هذه. ما عمرها كانت في راسي ان هاد العمليه كتم كنتسحاب واش هذاك الشيء تيتجمع وتيبزل للبحر. ولكن هما كيديروا هاد اللعبه باش البحر يبقى نقي واحد شويه ما يخرجوش ليه كل شيء ما يخرجوش ليه هذاك العجب. كان قال لك في الاول كان كيحاول يصفي شويه وتيلوح لهاد الحوض وهذا هو كذلك وهذا هو كذلك عاد تيتم لهنا. ولكن دابا بان لي هذا هو اللي شنو خليك راه كامل شوف اللون ديالو بعدا هو الاول هو ملي خارج من الصرب. غنطلعوا لهاد الدروج يلا زين واحد الريحه وحق الله الا راه كاين البقر تما هما. خرجنا دابا من هذيك المركز ديال التصفيه ديال الماء كنخرجوا تما داخل ما خرجناش من هذا اخر حوض كبير. والله خوتي هاد الخرجه هادي لا نحو المجهول عرفتي ما عارفينش عارفين قليل داكشي قليل اللي عارفين انه هنايا وغادي كنكتشفوا. الصراحه انا اكتشفت هادي ما عمرني في راسي هاد الشيء هذا اللي شلنا دابا ما ظنيتوش دير هكا فهمتي. يعني كاين ما يدار كاين ما يتشاف احنا خرجنا اكتشفناه غتكتشفوه معنا حتى نتوما هما الدرارات هما في هما واقفين حارين غادي انت هما نحو المجهول. هكا زين الدين اشنو اللي هي تضرب عليا هاك كلش كتعاود داكشي تنقول انا كلش حاجه ديالك ها داكشي اللي بان لي غادي ما عارفين والو دابا هي دابا جوين الطريق مرونه والله يا خوتي الا مرونه بالله انتم باش تشوفوا حتى الدراري ما تيبانوش ليا. زين الدين عبد العظيم راه سبق شويه ما كاينش منين دوزي رجعوا عبد العظيم ولا الطريق هي مشيو انتم كنتو في الطريق انا مرونه كاع زين الدين تلف تسير معايا سير معايا الله الله تلفنا الطريق ولكن غادي نلقاو هذيك الواحه شي هذيك الواحه نبقاو كنقلبوا على حتى نلقاوها. دابا راه مازال يلاه ضربنا تقريبا شي الرباع ديال الطريق ولا الثلث والله باقى الطريق باقى. لا دابا خرجنا باقي لها الطريق
البحر ديما خارج دايرين حنا خلينا ديما البحر على اليسر باش نبقاو مركزين معاه باش نعرفوا ما نتلفوش الطريق. الا بعدنا كنرجعوا جهه البحر. غنوريكم محبوبه الجماهير هاد شناهي تيزغا. ويلي 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 اللي ما يبرش على التيزغا في الصغر ديالو اللي ما دبرش عليها. كانت واحد البلاصه هنا نيت في السقاله كيعرفوها بزاف الناس ديال السقاله وجريفه التفاحه. ويلي 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 تلقاها كبيره ديك التيزغا تيقولها التفاحه. كنا كنسافروا عليها حتى نلقاوها. عاد كاينه ديك اللي قريبه للتزاعه خمسه وهذوك في الغابه اللي قريبه للتزاعه خمسه هذيك كتلقاها صغيره شويه ولكن هذه ديال هنا هي ديك الكاليتي الواعره. غتنتلفوا في الطريق من الصباح باش نعرفوا شو انت شو هاد العظيم راه هو كبيت يعبو. عرفت ديك الخرجه نحو المجهول انتو باش نعرفوا راه تنحبوا. ما عرفتش هاد المصطلح كيف منين جابوه ولكن الله ما عرف. لا 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 انت راه قصير او زي حبو قال لك ما غيعبوش الله يلا الله اكلت زيد زيد الله وهادي لا غنوريكم واحد اللعيبه ولكن خايف الدار. هاد البلاصه هادي هي الدار ديال الحلوف هكا كيكونوا باش نقرب بزاف خصو يكون هنايا. المهم هاد البلاصه هادي راه معروفه بالحلوف هكا كيبني الدار ديالو. غنعاود نوصل شي وحده اخرى ونوريها لكم هاد السمنه قبل منهم دزت من شي وحده ولكن ما وريتهمش البلاصه اللي غادي اللي راه تنقلبوا عليها دابا في الماب زين دينا هو كيشرب عيا انا عيد طلع لي حتى هو عيا حيت الطريق صعيبه 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 ديال بصح وديجا تعرفوا كان جاي عليها ولكن ما عرفش الطريق تلفات عليه وعاد رجع دابا سول واحد الدري ولا يحافظها مزيان دابا راه عطاها بالضبط فين كاينه في الخريطه هو كيقرب كيقلب عليها قالت لها تقريبا شي 250 كيلو 250 متر. البلاصه اللي قلت لكم غادي ليها ديك الواحه الصغيره وحدا بير تيتسمى بير جنيه ما عرفش اش تسمى. المهم في الخريطه قال لنا الدري كاين هذا الجبل غادي تشدوا على اليمين ديك الساعه هذا الجبل اللي كيبان لكم قدامكم راه هو اعلى جبل ديال الرمله هنا في هذه الجهه كامل. دابا قربنا ليه ما بقاش لنا بزاف زين الدين كلشي مزيان مرتاح بخير وعلى خير مالي في راسك خوك مالي فيه ماعرفش ماعرفش مالي يقول شي حاجه ماشي هي هذيك ولكن داكشي واه العظيم هو السابق سبارتاكوس. لا من الصباح وانا مديهم من الصباح انا مديهم تنقول لهم زيدوا هكا 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 وتنكروا في الخير ديما ها هما دايرين فيها هما اللي غاديين. الطبيعة الخلابة ماشي هي هذيك عبد العظيم لا ياك يلاه سير قلب اخويا عبد العظيم. عبد العظيم راه شي قلب في المر طبيعة زوينة زوينة الصراحة هنايا زيد الدين
معاياش. او كما قلت لكم حتى هذا راه ديال الحلوف، هذه هي البلاصه فيتي تيجمع هو العواد بزاف و تيدخل ينعس فيهم. تلفت عندنا الطريق وخرجنا فيه، كل لقينا مريح في دارو، كل لقينا مريح في دارو وقلبنا. عرفتوا الحلوف الضربه ديالو. دابا راه تنقلبوا على هذيك الواحه، بانت لنا في الخريطه وبانت لنا من فوق الجبل، ولكن ما الطريق ديالها صعيب. احنا باقيين تنقلبوا، لقينا هذه، لكن هذه تنشوف فيكم عاد نهضر ديك الساعه تسمحوا لي. لقينا هذه ولكن صغيره، الاخرى باقيه لقدام، احنا باقيين تنقلبوا عليها. ضربتين هي حسيت بها في راسي. ما اشتم مع بعضنا، احنا باقينا بحاطهم. يلا لقينا الطريق هاهي، جينا مع هذيك التمارة. هاد الطريق هادي راه كديك تنصورة، جينا مع هذيك التمارة. يلا تقربنا للواحة، راه هي قدامنا. عاد لقينا الطريق، سيدي راه حاضر معنا بقوة. المهم اخوتي احنا وصلنا للواحه ديالنا بير الجنيه. كاينه الجنيه، قلبوا على الجنيه اللي كاينه. شت تبارك الله هادشي كي داير، طبيعه زوينه. يا بصح سبحان الله، وسط البحر كاين النخل، كاين البحر. راه ما بعيدش الدراري هنايا، البحر راه ما بعيدش علينا هنا بزاف، تقريبا شي غتكون شي 300 متر وكاع ولا 400. هاد الطريق صعيبه شويه، داكشي علاش. شوف سبحان الله هادي، سبحان الله زين دينا هو. شوفوا بير الجنيه واش فيه شي ما ولا لا. كاين ولكن موسخ شويه. غتنزلوا ليه الله شاف تنزلوا ليه. باط باط باط. انتوما نزلتوا ليه؟ شتو كاينه الجنيه تما؟ واش كاينه؟ مارت مالو سكت. لقيتو شي حاجه تما؟ الا لقيتوها قولوها ليا، حتى نمشي للدار نحط الفيديو في بيسي باش نكتشفوا اشنو كاين هنا بالضبط. كاين هاد الشوكولا. ما الدراري يلا خسست حوايجي من الرمله. من بعد اخوتي ما تغدينا وارتحنا واحد شويه، خدينا تصويره في الانستغرام. غادي تلقاوهم في الانستغرام ولا غادي يشوفوهم ما قبل منكم. اللي ما عنديش في الانستغرام يدخل يدير لي ابوني في الانستغرام، تما الناس كيعرفوا فيديوهات قبل ما نلحوهم. والمهم دابا غنحاولوا نكتشفوا هذه البلاصه وحنا مجموعين. شتو اخوتي البلاصه هكا دايره. غادي نخليكم، غادي نخرج على برا باش تشوفوها اكثر، حيت تما تتبان احسن من على برا. اكتشفتوها واكتشفناها كاملين. انا اول مره تنجي لهنايا كان جالي عبد العظيم شي جوج المرات، ولكن مره لقاها ومره ما لقاهاش، حيت هي غابه وسط الغابه بزاف. ولكن البارح الدري اللي حافظ الطريق هو اللي عطاها الطراجي بالضبط، ونعت عليه في الماب ولقينا. واخا تعذبنا ليها، تعذبنا بزاف، عاد لقيناها ما لقيناهاش بسهوله، ما حنا ما حافظينش الطريق بزاف. المهم انتم كتشوفوا من على برا كيفاش دايره الشواء، انا وراها لكم اكثر.
شي حاجه زوينه الصراحه. البير كيما شفتو ها هو راه طليتو عليه قبيله. الدراري خليتهم دابا هنايا هنا فين تغدينا. والطريق دابا من هنايا طريق اسفيه هي مولا دورين راه كاين هنا. مولا دورين ولا مولا بزرقتهم كل واحد شنو تيقول ليه. المهم عنده جوج سمايات هو معروف بالكايت سيرف والسيرف. دابا مابقاش بعيد بزاف والبحر ها هو. البحر راه كما قلت لكم قبيله شي 300 متر ولا 400 باش كاين. عبد العظيم باقي تيكتشف ها هو. زين الدين كيرتاح تلعب يلعب تلعب شي كلمه على هاد البلاصه اللي جينا ليها. البلاصه زينه واخا بعيده تشوف فيها شويه العذاب اللي تستاهل. تستاهل ياك اللور راه كان تيقول لي عييت وهادي ولكن دابا عجبو الحال فاش جينا لقينا الطبيعه زوينه. والصراحه اول مره كنشوفو بحال هاد الشيء. ما عمرني حتى انا الصراحه ما عمرني وصلت لهاد البلاصه وما عمرني ظنيتها كاينه هنايا كاع. وانت زين دير راه ديما في البحر صافي كيعوم وداك الشيء ولكن ما عمرو عارف ان راه كاين بير جنية. تعرفش انا بير جنية كاين في الهيق قاعد غاب. لا لا كاين قريب ماشي قريب قريبين للبحر هو ما بعيد شويه على رجلينا. هي ماشي هو هي جنية راه كاينه هنا. بير جنية كاين هنا وها انتم شفتوا. زين دير عجاج عليه داكشي ديال الجنون هكا زين دير. ولكن هاني 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 جات شوف شافها ياك شتي الجنية بعدا ها سلمات عليك سلمات عليكم حتى انتوما. هذا هو بير الجنية. ما عرفتش علاش كيقولوا لها هاد السمية. اللي عارفها يقولها لنا في كومونتير اخوتي. وهادشي اللي كاين اللي عارف بير الجنية علاش سماوه بير الجنية وشنو هما الخرافات وشنو هما هادشي علاش تسماها هكا يقول لينا. كنبان لكم ولا ما كنبان لكمش. يا واريو دابا شادين الطريق ماشي شادين الطريق يلاه بينا نشدو الطريق. غادي نمشيو على الطريق ديال البحر. طبعا البحر كاين قدامنا كاين هنا واخا صعيبة الطريق ليه ولكن غنحاولوا باش نوصلوا ليه. ديك الساعة تنبقاو غاديين مع البحر الطريق ما تكونش صعيبة بزاف ولكن كنتمناو تكون السرحة. إذا كان البحر سارح أقسم بالله ما عرفتش إذا كانت العمرة غنمشيو مع الرملة الناشفة كتكون تمالة وكنتمناو تكون سارحة. فري خلينا البحر سارح قبيلة فاش جايين ولكن كنتمناو يكون شي سرحة قصيرة يكونوا هالقصاير باش ما تعذبوش بزاف. لا السنه الجايه المهم كنا غاديين هكا. دابا البحر كاين هنا ولكن بالت لينا هاد الغابه هادي عرفتي هاديك القاصعه الطريق فيها ولكن غنعوجو شويه على اليسر باش نسهلوا علينا الطريق واخا ما عارفينش في غاديين ولكن هادشي اللي كاين ما علينا ما نديرو. زين الدين ها هو راه بقوه حاضر بقوه. عبد العظيم ازلع صح اللي دوا قال لك زين دير اللي دوا. هو الشيف ديالنا شتو ها انتم عاودوا قولوا ليه في كومونتيرات راير غير البحر هذا ما بغاش ما حد يحملهاش ما تيحملش اللي يقول ليه راه غير البحر اللي شي. غير البحر ودابا انتم يعقلوا على هادشي والله الا العظيم تنصوروا. علاش صورتوا باش تال الشتا وديك الساعه نشوفوا واش بقى ليه بحال هكا ولا لا. دابا نشوف يلاه دابا نشوف. اكثر حاجه ما تيحملش زين الدين هي تقولي انت ماشي شاب. انا شاب انا شاب اش قلت لكم ضرب لي لي طبرا قول لك شي واحد طاب انا عزيك كيما قلت لكم طرخان ديال عبد العظيم هكا دايره باقي مجليين في وسط هاد تابعيني الصوت تاع البحر باقي عندنا تما راه انتم عباش تعرفوا سيره زين الدين. صوت حيد شنا هي؟ من هذي دول علم الله يمتى تدوز الطريق هذي بالله. دابا لقينا الرملة وخا داكشي اللي خفنا نطيحو فيه طحنا فيه كنا غنبعدو على الشجار وداكشي ولكن قطعنا معاه واخا انا كيبان اكثر كثافة. زين دير راه نشفات ليه الشربونة
الشاد. عاود ثاني عاد غادي يجلي. انتوما دابا عندكم السيف وانا عندي الكاميرا بزاف. عندك زيدي صافي سير. شوف الطريق احنا لقينا الطريق دابا وصلنا هاي الغابة اللي زنا منها. شتوها شتوها احنا دابا وصلنا الرملة فين السعدية. السعدية واحد الحشرة ما عرفتش هاد السميه والله ما تلقاها بعدا فشي مدينة غير هاد المدينة عندنا. السعدية سميها هي السعدية هاديك واحد الخنفوزة هي وما عرفتش فيها الحمر فيها هادوك المقيطات الكحلين. دابا هي الغابة ها البحر شتو دابا طلعنا فوق الجبل ها الغابة مورايا نهاية العالم اللي قالك زين قالك هاد الجبل هو تاع نهاية العالم. الله هو الجبل كبير شاشي يبان لكم البرد كثير هما الجبل اللي كانوا عاليين تيبان لكم الا هما هادو شتي هما الدرع لتحت بحر هو وزين الدين هو عظيم. غادي ندير واحد التحدي انا وضو كنجريو مع الرمله وزين لا هو غادي نجريو اخر مره درت انا والدراري ديال العائله كاملين راه كنطح. غادي نشوف هذا الفيديو يعقل على الله واحد جوج ثلاثه الجبل اللي كاين هنا. المهم اخوتي دابا نزلنا للبحر واخا كاين البرد بزاف ما عرفتش واش غادي تسمعوني مزيان ولا لا غنحاول نهضر بجد. دابا مولا دورين كاين هنا ولا موبيل دورين بزاف الطريق كدي الاسفي وهاد الطريق كدي صويره صويره راه كاينه غير هنا ما بقاتش بعيده بزاف غادي تسمى بحر صافي اخوتي. دابا الواحه خليناها مورانا زين الدين العظيم غادي نشدو الطريق هكا ما نحاول ما نصورش بزاف لان كاين البرد بزاف بزاف يعني ما غاديش يكون الصوت مسموع مزيان ما بيتش نحط لكم شي كاليتي اللي ماشي هي هذيك. المهم حتى نقرب شويه انا المهم نصور لكم ماشي غادي نخبر عليكم بزاف. شادين الطريق باقي مابقاش بزاف تقريبا شي 2 كيلومتر بقات لنا صويره جوج خرج لي عقلو بغا خرج لي ريدو سيدي خوتي. ولا كنت قلت لكم هذاك مركز التصفيه ديال الماء ديال الواد الحار تيكب في البحر راه غادي ندوزو من حداه منين غندوزو نوريه لكم. احنا خوتي وصلنا هذاك القادس اللي كنت قلت لكم تيخوي في البحر ها هو وصلنا انا نوريه لكم دابا. البلاصه اللي كنا فيها راه مور هنايا كيجي هكا وتيمشي للبحر. دا
دابا طلعنا فوق الجبل شويه باش نحسو الريحه ديالو ماشي هي هذيك. دابا وصلنا خوتي لهاد البلاصه تيقول لها تندا، ما تجرف زوينه، نخليكم مع شي سينيماتيك نحاول نصور لكم شي حاجه، ما عادش تقدر تبان مزيان غير الا صورت لكم شي سينيماتيك. ويلي 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 هاد الشيء ما شتوش ما شتوش. اش باغي نصور لكم سينيماتيك ولكن بزاف داكشي نقي داكشي زوين داكشي زوين اخوتي والله اخوتي الا زوين عجبني. في الاولى كنت بنصور لكم سينيماتيك ولكن ما قشعش هذاك الديكور زوين حتى لديك الدرجه مع دخل وانا نلقى شي حاجه واعره الدراري مشاو علينا لي سبقوا غندور لكم الكاميرا ما غيبانوش لكم مرة لا هادشي زين ديك جيب لهم السميه ديال صاحبته سميتو خراوه ما عرفتش جيب لهم اللوف ها هي اللوف ها دابا غنمشي ليك اللوف بيبي فين السميه ديالها ومشي ليك ومشي ليك ما عرفتش السميه باش يكتبها لقيت وانا كايكتب شاو باقي كيتراسي فيها اش كتجي انتم شتو انتم شتو تكتب هادي غديرها في اللوف. المهم احنا كما قلت لكم البحر الزقاله وصلنا ليه دابا خارجين منه ما احنا عارفين هذه الفرينه الزقاله هي كاش بان لكم دابا وصلنا للزقاله بان لكم البحر ديال الزقاله غنبسو نمسح وجهنا نمسو ماشي حيت نمسو السبرديله نمسو السبرديله ياك ونشوفو نشربو خاصنا شي بلاصه فين نعمرو هاد القرعه. المهم اخوتي وصلنا للصويره يلا دخلنا لها دابا باقيين في السقاله وسالينا الرحله ديالنا ولا الدوره ديالنا ولا ما عرفتش اش غادي نسميها. نتمنى الى عجبكم الفيديو لايك كومونتير بارطاجيو مع صحابكم ان شاء الله جايين فيديوهات اخرين فيديوهات كثار 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 ان شاء الله المستوى غادي يطلع غادي يطلع الصراحه شحال من واحد قال لي قال لي ان المستوى غادي يطلع كما قلت لكم وصلنا لنهايه الفيديو طلعوا لي في راسكم اخوتي بيس.